نصبح على حضراتكم مرة تانية، وزي ما قلنا هيبقى في انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات، وفي شوية تقلبات في الجو. عشان كده مهم جدا ان احنا نعرف احوال الطقس من هيئة الأرصاد الجوية. يمكن هيئة الأرصاد بتتوقع ان النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة من 3 لـ4 درجات على اغلب الانحاء. الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، هيكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بس بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر. كمان في أمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متفرقة. علشان كده مهم جدا ان احنا نعرف تفاصيل اكتر عن حالة الجو، وكمان ناخد نصائح من هيئة الارصاد الجوية، تحديدا من الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني حابين نعرف تفاصيل اكتر عن الجو وايه المناطق اللي هيكون فيها فرص امطار النهاردة. احنا طبعا اليوم متوقع ان يحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة عن الايام الماضية. يمكن الايام الماضية كانوا قيم درجات الحرارة مرتفعة وكانت اعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 لـ4 درجات، سجلنا قيم درجات حرارة ما بين 23 و 24 في بعض الايام. لكن من اليوم مصادر الكتل الهوائية اللي هتأثر علينا هتكون كتل هوائية مختلفة تماما، قادمة من جنوب اوروبا، يعني جنوب شرق اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ده طبعا في على سطح الارض. في طبقات الجو العليا هيأثر علينا كمان امتداد لمنخفض جوي، المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، فالعاملين دولت هيعملوا على انخفاض في قيم درجات الحراره. هنروح نرجع تاني للاجواء الشتويه المائله للبروده فتره النهار، لان متوقع الانخفاض ده يكون بمعدل من 3 إلى 4 درجات في معظم محافظات الجمهوريه، ممكن كمان يوصل لـ5 درجات في بعض الاماكن. والاجواء فتره النهار هتكون اجواء مائله للبروده على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، خاصه كمان ان احنا فتره النهار هيكون معانا نشاط للرياح. سرعات الرياح هتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه في معظم محافظات الجمهوريه. نشاط الرياح هيساعد ان احنا نحس اكثر انخفاض قيم درجات بالظبط بالبروده وانخفاض قيم درجات الحراره. يعني احنا اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى على سبيل المثال 19 درجه مئويه، هنحسها لو تكون 17 درجه مئويه بسبب نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا، واغلب محافظات الجمهوريه فيها انخفاض في قيم درجات الحراره. يعني احساسنا بالبرد هيكون مش هو درجه الحراره الحقيقيه، لو درجه الحراره مثلا 19 احنا هنحس ان هي اقل بسبب نشاط الرياح، مظبوط كده؟ بالفعل نشاط الرياح اللي موجود في اغلب المحافظات هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل كمان من اللي احنا قايلينها او اللي احنا بنعلنها في نشراتنا. والانخفاض كمان هيكون موجود معانا فترات الليل، يعني فتره الليل كمان هيكون فيها مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 10 و11 درجة مئوية، بعض الأماكن كمان من محافظات الصعيد شمال الصعيد ما بين الـ5 والـ6 درجات، وسط سيناء أقل من الـ5 درجات. عشان كده أجواء فترة الليل هتكون أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، بتوصل لحد الصقيع على بعض الأماكن من وسط سيناء ومحافظة الوادي والجديد. يعني قيم درجات الحرارة بتنخفض في الأماكن دي بأقل من 5 درجات، فالصقيع ممكن يتكون على المزروعات. كمان الكتل الهوائية فترات الليل منخفضة في نسب الرطوبة بتاعتها، فده هيخلينا نحس أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة. يعني نشاط الرياح اللي هيكون موجود وانخفاض نسب الرطوبة ده يخلينا نحس بقيم درجات حرارة منخفضة بشكل كبير فترة النهار وفترة الليل. بالنسبة لفرص هبوط الأمطار، طبعا احنا عندنا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فالأمطار هتبقى موجودة بصورة كبيرة
على السواحل الشماليه الغربيه، امطار متوسطه على مطروح والاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره قصر الشيخ الدقهليه، تمتد الامطار الخفيفه المتوسطه على السواحل الشماليه الشرقيه، دمياط بورسعيد رفح العريش، تمتد كمان الامطار بكميات اقل للمناطق الداخليه خلال فتره المساء، فهتكون امطار خفيفه على بعض الاماكن من جنوب الوجه البحري، وقد تصل فرص ضعيفه بامطار خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى. يعني من اليوم وحتى منتصف الاسبوع اللي جاي ان شاء الله الاجواء هتبقى اجواء شتويه بامتياز، اجواء بارده ومائله للبروده فتره النهار، شديده البروده فترات في الليل، مع استمرار طبعا وجود نشاط للرياح في بعض الايام. اليوم اللي هيكون فيه نشاط للرياح هيكون فيه مزيد من الاحساس بالبروده، فلازم ان احنا خلال فترات النهار ننتبه طبعا الملابس الشتويه، لان الناس انخدعت خلال الايام الماضيه بالدفء واشعه الشمس فتره النهار وغيرت نوعيه الملابس. مهم جدا استمرار ارتداء الملابس الشتويه وتكون شتويه ثقيله فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. مهم كمان في المحافظات الساحليه المعنيه اكثر بسقوط الامطار، اثناء سقوط الامطار وكمان مع سقوط الامطار هيبقى في نشاط للرياح، لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، شيك الكهرباء، الواح الاعاده المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه. كمان هيكون اليوم في اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 2.5 الى 3.5 متر في البحر المتوسط، غير مؤهل تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، فعشان كده بننصح تجنب اعمال الصيد او الملاحه البحريه في البحر المتوسط النهارده بس يا دكتوره منار، ولا لغايه منتصف الاسبوع القادم؟ الاضطراب في الملاحه البحريه هيكون اليوم وغدا ان شاء الله، يعني الاربع والخميس مع يوم الجمعه سرعات رياح هتقل، فبالتالي يعني حركه الملاحه البحريه هتعتدل على البحر المتوسط باذن الله. تمام. طيب هل في اي فرص لسقوط امطار يعني ممكن تكون متوسطه زي مثلا السواحل الشماليه هتكون موجود في القاهره ولا لا؟ لا، هي فرص الامطار في المحافظات الداخليه هتبقى اقل طبعا من السواحل الشماليه، السواحل الشماليه هي اكثر تاثرا بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، ففرص الامطار فيها هتكون متوسطه على الاغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. المناطق الداخليه اللي هي جنوب الوجه البحري القاهره الكبرى فرص الامطار فيها خفيفه، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ممكن بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين يكون كمان فيهم فرص الامطار ما بين الخفيف للمتوسط، لكن ناكد ان الامطار في الاماكن الداخليه مش هتأثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه باذن الله. طيب حضرتك قلتي ان عدم الاستقرار في الجو ده مكمل معانا لغايه منتصف الاسبوع القادم، هل بعد كده او ابتداء مثلا من يوم الاثنين ممكن درجات الحراره تعود الى معدلاتها الطبيعيه؟ خلينا نقول ان احنا خلال هذه الايام دي المعدلات الطبيعيه، دي المعدلات الشتويه، دي المعدلات الطبيعيه مش عشان احنا متاثرين بالمنخفض الجوي اللي جاي من اوروبا. لا، هي دي المعدلات الطبيعيه المفروض نكون عليها، يمكن احنا بس اقل من المعدل بحوالي درجه، احنا في شهر يناير اللي بيعتبر ذروه فصل الشتاء، فالمفروض بيكون وبدايه شهر طوبه بالتقويم القبطي بالفعل، فالمفروض بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، ف 19 درجه مئويه ده يعتبر المعدل الطبيعي. نشاط الرياح بس هو اللي خلينا نحس ان قيم درجات حراره اقل من المعدلات. نشاط الرياح هيكون موجود معانا النهارده وبكره ان شاء الله، مع يوم الجمعه تبدا تهدأ سرعات الرياح، لكن متوقع مره اخرى مع يوم السبت والحد يعود تاني نشاط الرياح، فيخلينا نحس بالبروده اكثر، فاحنا مكملين على الاقل اسبوع يعني في لحد يوم الاثنين في انخفاض قيم درجات الحراره، الامطار هتختلف كميتها من يوم للتاني، فعشان كده احنا مهم ان احنا نتابع النشره الجويه أكيد بصوره يوميه عشان نعرف اماكن سقوط الامطار، لانها تختلف من يوم للتاني كميات الامطار، واماكن سقوط الامطار هيختلف من يوم للاخر. اكيد طبعا. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، نصائح مهمه جدا من هيئه الارصاد، يا ريت ناخد بالنا. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 19-11، الأسكندرية 18-13 والعلمين الجديدة 18-11، مطروح 17-13 ودمياط 19-12، بورسعيد 19-12 والإسماعيلية 20-12. في السويس درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10، أما في العريش 21-10، كاترين 14-3 وطوبة 23-12، حلايب 27-19 وشلاتين 28-20، شرم الشيخ 24-16 والغردقة 25-15.
في الفيوم درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 وفي بني سويف 20.8، أما في الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10، أسيوط 19.8 وسوهاج 19.9، إنا 26.13، الأقصر 26.11 وأسوان 27.15. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمصطفى ومنا ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا هلا إنك طمنتينا على الجو. أنت بالذات أكيد اطمنتي كده من محبي الشتاء. أكيد جدا. شكرا ليكي يا هلا. شكرا.